قصف واستهدافات متبادلة شبه يومية تشهدها مناطق شمال غرب سوريا بين قوات الحكومة وحلفائها من جهة، وهيئة تحرير الشام الإرهابية والفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي من جهة أخرى، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين بالإضافة للضحايا المدنيين. جديد هذه الاستهدافات ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ضابط برتبة عقيد من قوات الحكومة بقصف مدفعي نفذته هيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري لتنظيم القاعدة على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي شمالي البلاد. يأتي ذلك فيما قتل عنصر من قوات الحكومة جراء استهدافه بالرصاص من قبل هيئة تحرير الشام على محور قرية الملاجة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. من جهتها قصفت قوات الحكومة بعشرات القذائف المدفعية بلدة آفس بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن إصابة امرأة بجروح بالإضافة للأضرار المادية الكبيرة في ممتلكات المدنيين. كما شهد محور الكبانة في ريف اللاذقية الشمالي قصفاً متبادلاً بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة بين قوات الحكومة وبين الفصائل المسلحة في إطار الاستهدافات اليومية الدائرة بين الطرفين. ورغم الاشتباكات والاستهدافات المتواصلة بين قوات الحكومة والفصائل المسلحة الإرهابية التابعة للاحتلال التركي في أرياف إدلب وحلب واللاذقية وحماة، إلا أن هذه الاستهدافات لا تحدث أي تغيير على خارطة السيطرة في تلك المناطق.